تعالي بقى ناخد المكالمة دي، معانا مفاجأة بقى دلوقتي، معانا الفنان أمير كرارة. ألو يا شيرين، ازيك يا شيرين؟ ازيك يا أمير، أخبارك إيه؟ أنا عايز اللي أقول لك اللي قدامك دي بتكذب أصلاً، بتقول لك أنا بقف بعيد عن الانفجار، دي بتقعد جوه الدبابة وما بتخافش من حاجة ولا كأنها في دراسة. يعني أنا والله العظيم يا استاذ امير، ازيك يا نوجه، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، انا مبسوطه قوي المكالمه دي، انا يعني مش يعني انا ملخبطه يعني مش مصدقه. انت حبيبتي واختي وانا بحبك جدا ومبسوط بيكي وفرحان بيكي جدا، وبتفرج على كل شغلك اللي بتعمليه اللي هو بعيد عني انا خالص يعني. الحاجه الحلوه اللي فيكي ان كل النجوم بقت تثق فيكي بصراحه ان انت تبقى موجوده في اي لوكيشن، لان انت فعلا بتعرفي تختاري ازاي الحاجات اللي تتاخد وازاي تصوري حاجات. انا لما بقعد اتفرج عليها بصراحه بقول يا بنت اللذينه، هي صورت ازاي وازاي يعني اسم يعني حراميه بطريقه، انا يا خبر ابيض حراميه بطريقه مش ممكن. بقعد تبعت لي صور اقول دي كانت فين، دي كانت مستخبيه فين ولا واقفه فين دي. طب انا عايزه اعرف اول مره حضرتك قابلتها او اول مره اي حد عرض على حضرتك قال لك طب اوكي عندنا انجي بقى هي هتعمل كل الاكشن، كان احساس حضرتك ايه لما عرفت هي واحده بنت؟ يعني كنت قلقان، كنت شاكك في قدراتها، ولا قلت لا خلاص طب خلينا نجرب، ولا كان احساس حضرتك ايه؟ لا بصي، هو بالصدفه كان اول حاجه متهيألي كنا قابلت انجي متهيألي كنا في كلبش واحد هروب اضطراري ولا هروب اضطراري؟ كان كلبش، كان كلبش قبل هروب اضطراري صح. وبعدين لما اتفرجت على شغلها طبعا ووقفتها في اللوكيشن وتعاملها مع الناس ومع العمال ومع كل الناس ازاي بتحبها وازاي كل العمال وكل الفئات بتحبها وبتحترمها وبتتعامل معاها باحترام، ان هي زيها زي اي حد، مع احترامي طبعا لانوثتك طبعا، انا اسف مش قصدي، بس فعلا تعرف تتعامل مع كل الناس وشاطره جدا في شغلها، وبقيت كل الناس تثق فيها بصراحه. وبالتالي واديك شايف اخر فتره هي بقت من يعني بتدخل اكبر الافلام في مصر مع اكبر النجوم في مصر، يعني مش بتفرج على الصور اللي بتصورها، حاجه مشرفه لاي ست واي بنت طبعاً. بصراحه وربنا يكرمك والله انت، انا مبسوط بيكي وفرحان بيكي يعني، وانت عارفه انا بحبك ازاي. ايوه والله انا بحبك جدا يعني، حضرتك برضو كنت بتشجعني في حاجات كتيره قوي يعني. طب هل حضرتك متخيل هي ممكن توصل للعالميه في يوم من الايام؟ هل يا ترى انجي ممكن تبقى في هوليوود وفعلا بتشتغل في افلام هوليوود؟ ايه اللي يعني ايه؟ ما هي بتشتغل مع احمد السقا ودول ايه؟ ما دول عالميين، تبقى ايه؟ تبقى عالميه. احنا كنا عايزين نشوفها بقى بره مصر. هل حضرتك متخيل ان هي ممكن توصل لمشاهير هوليوود وتشتغل معاهم هناك، ونلاقيها بقى واخده اوسكار بقى في يوم من الايام؟ وعايزه طب ما هي مصوره سكوت اتكنز وما راجل في هوليوود اهو تمام. لا ان شاء الله، لا انا يعني انا شايف ان هي ماشيه على تراك صح جدا، وشغاله حتى مع تيم جامد جدا اللي هو برده معاه ماكجايفر تيم، ومعاه ناس كويسين جدا يعني، هم فريق عمل طبعا متكامل جدا. بس انا شايف لا ان انجي لا هتوصل في حته كويسه، يا رب ربنا يكرمها كده، وان شاء الله نشوفها بره، وده ما تفتكرنا ما تنسحش صورنا بقى لما تصور الناس التانية. يعني انا مبسوطه قوي يا استاذ امير بالمداخله دي، وعايزه اقول لك والله انا مش قادره امسك اعصابي بصراحه، مش مصدقه. احنا فعلا بنشكر حضرتك جدا جدا على المداخله دي، الفنان الكبير امير كراره، احنا بنشكر حضرتك جدا جدا على مداخلتك معانا، ونتمنى ان حضرتك تبقى تيجي تشرفنا في الاستوديو. يا ريت، محدش قال لي، ما حد قال لي قلت لكم لا، لا 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 خلاص، طب احنا بنقول اهو على الهوا. ان شاء الله ارجع بس من الاجازه كده واجي لكم ان شاء الله. ان شاء الله، تشرفنا ان شاء الله. ميرسي جدا جدا على المداخله دي، بنشكر حضرتك. ميرسي.